تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد فوزها على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من المسابقة المقامة بالسعودية. هدف منتخب الفراعنة حمل توقيع كل من أحمد حواش وصلاح مصطفى، بينما أحرز أسامة اليعقوبي هدف المغرب الوحيد. فاز غزل المحلة على ضيفه سموحة بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد سموحة عند 40 نقطة في المركز 6. وفي البطولة نفسها تغلب إسترن كومباني على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء. بهذه النتيجة رفع إسترن كومباني رصيده إلى 27 نقطة في المركز 15، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 33 نقطة في المركز 9. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك غدا فريق بيراميدز في الجولة 28. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة، بينما يحل الجونة ضيفا على البنك الأهلي. تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم بعد فوزه على كازاخستان بنتيجة 39-21. واستطاع المنتخب الوطني أن يضمن التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العالم المقامة في مقدونيا بعد فوزه على اللقاء السابق على كرواتيا، حيث تتصدر مصر المجموعة الرابعة والتي تضم معها كل من كرواتيا وكازاخستان والهند. نهاية أخبار الرياضة وعودة لمحمد وحكمة. إليكم، شكرا لك مرفت.